لحبايبك كتيرة قوي، الكابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي، هنسمع هيقول ايه ونرجع تاني لنكمل بيت حديثنا. كابتن مهندس هشام عزمي حارس مرمى الزمالك الذي ربما لم يستطع أجيال كثيرة أنها تمشي وراء سجله الحافل، أولا لأنه كان في فترة بغزارة النجوم، نجوم الثمانينات ومنهم طبعا المجري، في إشارة واضحة للجيل النابه ده اللي لولا قلة الاحتراف لكانوا منتشرين في البريمير ليج على أقل تقدير. انتقل من الطيران إلى نادي الزمالك ليصبح حارس الزمالك ومنتخب مصر المميز هشام عزمي. هشام عزمي اللي الهندسة والعمل يعني بالنسبة له شغله الخاص لم يجعله يستكمل مشوار إدارة الكرة اللي اختارها، فهشام عزمي لم يختار فكرة التدريب وكذا، دخل على سلك الإدارة وفورا، لكن يبدو أنه التجربة لم تكتمل فابتعد كثيرا عن الإدارة الرياضية في نادي، وربما مش وربما وأكيد في أيضا عصب الكرة والاتحاد المصري، وبالتالي لم يستطع هشام عزمي استكمال مشواره، ولم تستطع إدارة الكرة المصرية أن يكون واحد من الشخصيات الرئيسية في الإدارة واحد بحجم المهندس كابتن هشام عزمي اللي كان ممكن بالعلم بقى زي ما بنقول العلم نور، ها بعلمه بخبراته بأصفاره كان ممكن كمان يكون إضافة لإدارة الكرة المصرية اللي كان اختارها كجزء يستكمل في حياته الكروية الرياضية. هشام عزمي من جيل لم يقدره الكثيرون حق قدره. ليه؟ السبب واضح جدا، الهواية يا عزيزي، حب الشعار، حب الفانيلا بالمعنى الدارج، فلم يكن لديهم إلا هذا الحب الجبار لأنديتهم وطبيعة الحال لمنتخب